أول شيء اسمحوا لي أتأهل فيكم باسم الرعية باسم الأباء والجوقة أعضاء الجوقة. عادة ما بحكي شيء أول قبل ما بلش بالستار أو الكونسرت، بس اليوم بحب أشكر عائلة الكلمة يلي حبت تشاركنا أو بالأحرى تشارك إحنا وياها نعمل هالليلة الأمسية، أمسية الترقيب نقرب من مريم العذراء. سهرة الليلة تكون أكثر هي تأمل وترتيب، مشان هيك بتمنى على الكل ما يسقف لآخر كونسرت إذا بنحب، كل واحد منا بيصلي بطريقة مميزة الليلة. جرب لو كنت ترافيني من بعض أحيان جديدة، بس فينا كلنا نلتقي بالروح وبالجو اللي ينخلق إنه نصلي نتوجه لأن مريم العطرة للتكريم والترجيم. عشان هيك بشكركم كلكم. هلا قبل ما نبلش الكونسرت تبعنا بدي إعادة الكلمة إنه نفتتحوا السهرة بالصلاة يلي وزعوها قدام معكم، فكلنا سوا بنصلي صلاة عائلة الكلمة المقدسة، من بعدها رح نرتب كلنا سوا مع الجوقة. إليك الورد يا مريم، بتكون ابنة مريم فايتة من جوا حملينا وعم بيكتبوا عليها ردود. فبتمنى لكم سهرة مقدسة، سهرة صلاة مقبولة كمان. Amen.
On behalf of Father Maroun Youssef, the Saint Charbel choir, and the family of the Divine Word, we would like to welcome you this evening for a night of song
In the words of St. Thomas Aquinas, as mariners are guided into port by the shining of a star, so Christians are guided to heaven by Mary. Blessed are you among women is the theme of our adoration for Our Lady this evening. Blessed are you among women are words that we say repeatedly every day when we pray the rosary to pay homage to Our Lady, our shining star and our protector. Let us all together now venerate Our Lady in prayer and song, and please enjoy your evening. Thank you.
لما نجمع الكلمة مع الصوت واللحن بيتمجد الله فينا وبتفرح فينا العطرة. ونحن اليوم كلنا سوا وليل عيلة الكلمة الإلهية جوة مار شربل كلنا التقينا تنكرمك يا عطرة. التقينا تفرحي فينا نحن أولادك المجمعين حولك متمسكين بطرف توبك بحبيت مسبحتك وعم نصلي لك يا ممتلئة نعمة يا مريم إمنا أم البشرية بكل رجاء وإيمان وخشوع منصلي لك نطلب شفاعتك. أوقات بنفكر يا مريم لو نقدر نستعير قلبك شوي عرينا قلبك يا عطرة عرينا حتى مثلك نقبل ونسلم أمرنا وحياتنا بكل تفاصيلها للرب. علمينا نقدر نقول بملء الثقة نعم أنت اللي من البداية سلمتي واستسلمتي لمشيئة الله وأنت تعظم نفس الرب. يا مريم بلحظات ضعفنا عيرينا قلبك شوية بدنا نحب مثلك بدنا نغفر مثلك وبدنا نسامح أكثر وأكثر مثلك ونقوى على تجربنا وزلاتنا وخطايانا. يا مريم طلبي من يسوع يحول المي بجرارنا لخمر يباركنا يرحمنا ويبقى معنا بقلوبنا وبكل تفاصيل حياتنا. يا مريم أمي أنت اللي بكل تفاصيل حياتك رفقتي أبيك حتى العذاب الجلجل اللي كنت معه كان هو موجوع ومعذب وتعبان من تقل الصليب على كتفه وأنت التقت عينيكي بعيني أكثر من مرة وبصمت وإيمان توجعت كتير وسكتت كتير كيف تحملتي؟ عيرينا أنك شوية عذرة حتى كمان نحن كل ما تعبنا من أسوة هالدنيا نتذكر صمتك نتذكر حركة دموعك ونقوى على أحزاننا وأوجاعنا ونبقى واثقين 100% لأنه بعد الموت أكيد في قيامة. يا عذرة عم أتأمل نور وجهك عظمة تاجك بساطة توبك إيديك الممدودين للبشرية عم نتأمل كلنا سوا وقلوبنا عم تنبض بمحبتك. عظيمة وعجيبة أنت يا عطرة بوداعتك بتواضعك بطهارتك وقداستك عجيبة يا أبنا عجيبة لعظمتك ومجدك السماوي. أنت اللي يوحنا الإنجيل شافك بالرؤيا ملكي عظيمة ملتحفة بالشمس تحت إجري القمر وعلى راس إكليل من 12 كوكب. كمان القديس مارتينوس كان دائما يتمنى لو كان عنده كل قلوب البشر حتى يقدر يحبك اكثر. ونحن نكون يا عطرة منحبك كثير وبدنا نحبك اكثر منكرمك كثير ومنضل مصحين لازم نكرمك اكثر نصرخ لك يا ام الله يا حنونة ونترجاك يا عطرة نترجاك لفينا بتوبك ومرينا بعطفك دلينا على ابنك يسوع واسمحينا نتمسك بمسبحتك وحبه حبه نقدر نوصل على السماء ونركع هنيك مع كل الملائكه والقديسين نصلي لك ونقول مباركه انت بين النساء ومباركه ثمره بطنك سيدنا يسوع المسيح اله المجد والك الاكرام من هلا وللابد امين. Thank you.
Delight of the Holy Spirit, delight of the Most High God, Mother of the Holy One, Mother of Him who was never made. Before Adam, He knew you, and to Adam, He told of you. Beautiful flower of every perfume, heavenly rose whose beauty draws all. Gentle Mary, loving Mary, heavenly wind, spring rain, Tower of David, daughter of Zion, cedar of Lebanon, blinding light that overcasts the sun, mightier than the mountains, greater than the seas, ark in the midst of the flood, strong woman who changed the course of history, beauty that captivates all hearts, light that dispels all darkness. Mary, whiter than the snows, the Father eternal smiled on you. The Son became your own. The Divine Spirit took you unto Himself and spoke through you. All peoples bless your name. Broken-hearted Mary at the cross, you saw the crowd mock your Son. You saw the lance open His side. You saw them cast dice for His garments. And you, who care for all, could not give Him to drink when He cried, "I thirst." And yet He gave you to us as our mother. You stood at the foot of the cross until His last breath, and into your lap you received His broken body, you who gave Him life, the one whose bones were knitted together in your womb. Beautiful Mary, you raised women to a new dignity. Your body did not know corruption. Peaceful sleep fell upon you. Your feet rested on the wings of angels. In their hands they carried you, and you reign with your Son. You come not as the triumphant warrior, but as the gentle mother calling her children. And you hear the cry of your children. You, your mother, will hasten to help. You gladden the hearts that mourn. You dry the eyes that weep. Mother of the widow and orphan, safe home to the outcast. Mary, who treasured and pondered, creating us a contemplative heart. You who served, teach us to serve. You who carried the Christ into the world, help us to carry Christ to others. You are the wine jar that overflows with the new wine. You are our joy, and we are your children. Teach us with your eyes of faith. Teach us to see with your eyes of faith and to love with your gentle heart. Blessed be to the Father who created you. Blessed be to the Son who took flesh from you. And blessed be to the Holy Spirit, your divine spouse, three in one and one in three, equal in all things, to Him be glory forever and ever. Amen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
بدي اشكر بس لا نسينا كم اشخاص او عدد من الاشخاص نسينا نشكرهم وبدنا حدا يعتبر لنا. اول شيء نشكر ربنا يسوع وابو مريم عبد الرحمن هالليل. ثاني شكر هو لاذاعه الرميال اللي موجوده معنا واجوا كرمال ينقلوا المسجد وهالسهره. بشكرهم كلهم. بشكر مستمعينا اللي رح يسمعوا بعدين. بشكر الساوند سيستم كمان اللي رافقونا وكرمال هيك طلع شغل ناجح. بشكر الله. وبشكر لجنة الادوريشن اللي حضرت عملت سيتنج اب للكنيسه لشخص العطله وكل الاشخاص اللي ساعدوا من الشباب ومن المتطوعين. شكرا بشكرهم من كل قلبي باسم الجو وباسم جمهور الدار. واكيد كل شخص منكم وجوده كثير معبر وكثير مؤثر. مشكلكم كلكم سوا وربنا اجركم وربنا ما عاد تشفع فيه.